السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. أخوتي المحسنين المحسنات، الحالة أنتم كتشوفوا فيها محيلة وكتشوفوا فيه، لا ولد لا بنت لا أخو لا خطي، والله تبارك وتعالى الحالة ضعيفة. أنا كنت غير كنبقشش، ضربت لي هاد العوينة اليمنية وغالب الله مشيت للعيادات، طلبوا لي 600,000 فرانك. 4 شهور دابا وانا كنكافح وانا كندير والو، ما جابش الله. تكيت على واحد السيد خان بيا، ما كاينلاش نذكر اسمه. نهار وقفت على العمليه هاد الاربعه اللي فاتت خان بيا، عملت 12 نهار جالس على كرسي. نجي نسول قال لي ما مخلص، هزيت حويجاتي وخرجت في حالاتي. ودابا هالحاله هي كتشوفوا فيها، ما كذبتش ما نافقتش، اللي كاين هو اللي كاين. العوينه الامنيه هي ضربت مشات الى الجلاجه اللي فيها والعدسه. العوينه الاخرى هي كتشوفها، هي حتى هي جايه تطفر، هاي كتشوفوا فيها. ما غنكذب ما غنافق، الا جيت نكذب كذبت على ديني، الا جيت نافق نافقت على ديني. انا ما طالب حتى حاجه، المعيشه كيجيب الله. عندي مرة كتكافح فاش مكانو كتجيب العشيوة ديالها، ولاني العملية ما زطتش. واليوم أخوتي يا أخواتاتي اللي قد يدير هذا الأجر، الله تبارك وتعالى اللي غادي يخلصو، والله تبارك وتعالى اللي غيكون عليه بحال شرح حجو، ولا بحال شرح جوج ضربيات ولا جوج حصيرات لسيدنا جبريل. هذا هو آخر الكلام اللي عندي. هذه هي الزازة للمحسنات والمحسنين، واللي دار شي حاجة راه عمله عند الله، اللي دار شي حاجه العمل ديالو الله اللي غادي يقون معايا وعماه. انا ما نقطعش نياسي من الله، باقي توكلي في الاخوه وفي الخوات المؤمنين والمؤمنات، والله يجعل الله تبارك وتعالى يوفقكم طريق الخير، والله يجعل الله تبارك وتعالى يوفقكم طريق الخير. الموحي هو هذا اللي كتشوفوا فيه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعيش هنا في هذا الموحي. منطقه الزاويه ديال القبيبات كثيره، راهن من يوليو 60 نادى في 40. هي يتعاونوا معايا في هاد العوينه اللي قد تخلص. انا ما بغيت من حتى شي حاجه، ما مديت يدي الى الله والاخوه والخوات الديانين والمسلمات والمسلمين. اللي بغاني وبغى يتعاون معايا اي عياده اللي بغى يخلص لي في هاد 120 يخلصها. انا التكلفه ديال العمليه مع 120 ما فيها حتى شي حاجه، ها 600,000 فرانك ما فيها لا 160 لا من يقول لا والو، فيها 120,000 ريال هي اللي كاينه. فيها عدسه ب 46,000 وفيها الاخرى ديال الطبيب بتقاطرها بدواها، هو اللي قال لك بين تكلف انا بكل شيء. والنهار اللي وقفت على العمليه هاد الاربعه اللي فاتت وعندي العمليه باش غنديرها، عملت 12، بقيت كنتسنى حتى الوحده من اللي جيت للبيرو كنلقاه ما مخلصش ليا. خينا كذب عليا، كان موعدك شي واحد غادي يسكن. كذب عليا هو بيا ونافق عليا. عاوني الناس، درت تخطيطات ديال القلب، درت تحليلات ديال الكتل كل شيء. وانا من اللي جيت للعمليه باش غيديروا لي العمليه لقيت لا كيس ما مخلصش، صافي وانا تزت بحالاتي صافي. وهذا السيد ما كاينلاش نذكر الاسم ديالو، من الله تبارك وتعالى، من الله، الله اللي غيجازيه. انا كنعيش 67 عام، يدبر راسه هو، هو ملقاه من الله. انا عام ما كانش ينافق عليا، ما كانش كذب عليا 4 شهور هادي، هو تابعني بالكذب وما كانليش نجبد سميتو. الله يجازيه بخير. ما عطاك الله، ما عطاك العبد تعطاك الله، وما قلع العبد تقلع الله. هذه هي الحاجه الوحيده اللي بنقول، والله يطول بالعمر ديال المحسنات والمحسنين. اجر الله تبارك وتعالى اللي بغى عليه الله هذا الاجر غادي يكتبوا ليه الله. اللي بغى هذا الاجر ديالي غادي يكتبوا ليه الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.